من منطلق التوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تدشين إدارة المعلومات الجنائية مركزا للخدمات الافتراضية. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الرائد محمد عبد الرحمن كمال، رئيس فرع مركز الخدمة في المحافظة الجنوبية بإدارة المعلومات الجنائية. مرحبا بك معنا في نشرة الثالثة، ونود أن توضح لنا أبرز ما يقدمه مركز الخدمة الافتراضية التابع لإدارة المعلومات الجنائية. يا هلا، مرحبا فيكم وفي جميع المشاهدين. طبعا جاء تدشين هذا المركز الافتراضي حرصا من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية على تنفيذ التوجيهات القيمة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حامد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وضرورة التوسع في مراكز خدمة العملاء الحكومية الافتراضية لضمان وجود أفضل ممارسات في مجال خدمة العملاء ضمن الغنوات الرئيسية والمباشرة المتاحة لهم للحصول على الخدمة الحكومية المطلوبة بكفاءة وجودة عالية. وتوجيهات سيدي معالي وزير الداخلية بتقديم أفضل الخدمات الأمنية لأفراد المجتمع، فضلا عن سهولة الحصول على الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين بداخل مملكة البحرين أو خارجها، وذلك من خلال سرعة إنجاز الخدمات بكل تميز وفاعلية. لذلك فإن الإدارة تسعى دوما إلى الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إلى المواطنين والمقيمين، وتنفيذا لجميع تلك التوجيهات قامت إدارة المعلومات الجنائية بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بتدشين مركز الخدمة الافتراضي الخاص بها من خلال الاتصال مباشر على الرقم 1787-2373 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 2:00 ظهرا. نعم سعادة الرائد، لو تحدثنا أكثر أيضا عن خاصية الاتصال المرئي. نعم، خاصية الاتصال المرئي هي تقنية تسمح للعملاء بالاتصال عن بعد بطريقة تشبه اللقاء الحضوري، حيث يمكنهم التواصل والتفاعل والتحدث مع موظفي الخدمة، وذلك باستخدام تقنيات الصوت والفيديو. ويمكن للعملاء استخدام الاتصال المرئي في العديد من الأغراض، من الاستفسار عن الخدمات اللي تقدمها الإدارة مثل طبعا شهادة حسم السيرة وشهادة التوظيف وشهادة الأضرار وبطاقات البصمة، وكذلك المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية. نعم سعادة الرائد محمد عبد الرحمن كمال، رئيس فرع مركز الخدمة في المحافظة الجنوبية بإدارة المعلومات الجنائية، شكرا جزيلا لك.